الآن إلى شباك أصفر، نعرض فيه بعضا من الأخبار غير الدقيقة والشائعات التي انتشرت في الأيام الماضية وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مع الزميل إقبال تليلي. مرحبا إقبال. مساء النور نادين، أهلا وسهلا. أهلا فيك. اليوم عندنا باقة من الأخبار والشائعات، صحيح من أين نادين، البداية؟ نبدأ من تونس، ليس من تونس ولكن من باريس. هل ألغت فرنسا ترفيع الرسوم الجامعية على الطلبة التونسيين؟ الخبر يعود إلى بعض الأشهر، حيث قررت فرنسا ترفيع الرسوم الجامعية لكل الطلبة من خارج الاتحاد الأوروبي، وستبلغ الرسوم الجامعية بداية من العام القادم حوالي 3000 يورو بعد أن كانت لا تتجاوز 200 يورو فقط. طبعا الخبر أثار امتعاض العديد من الدول، خاصة المغربية التي لديها جالية كبيرة تدرس في فرنسا، وشهدت تسجيلات الطلبة من هذه الدول تراجعا في التسجيل للسنة المقبلة تراوح بين 10 و20%. رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد كان هذا الأسبوع في باريس والتقى نظيره الفرنسي إدوارد فيليب، وأبرز ما اتفق عليه الرجلان هو إلغاء الرسوم الجامعية للطلبة التونسيين. موقع تلفزيون التاسع الذي نشاهده على الشاشة تحدث عن إعفاء الطلبة التونسيين من الزيادة في معاليم التسجيل في الجامعات الفرنسية. أما موقع تونس الآن فقد أعلن، قال: أعلن الوزير الأول الفرنسي إدوارد فيليب خلال لقائه رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الخميس أنه قد تم رسميا إعفاء طلبة التونسيين من رسوم الدراسة الجديدة. يعني خبر مفرح نادين للعديد من الطلبة التونسيين. نحن نعرف أن حوالي 12 ألف طالب تونسي يدرسون في فرنسا، مما يجعلهم رابع. هذا تعني سنويا يتوجهون للدراسة سنويا. بالضبط، يعني 12 ألف طالب تونسي يدرسون في فرنسا، مما يجعلهم يعني رابع جنسية تدرس في فرنسا بعد المغرب والجزائر والصين. يعني الوجهة يعني الأولى لكل الطلبة التونسيين هي فرنسا، ولكن هذا الخبر لم يكن دقيقا مثل ما نقلته الصحافة التونسية. يعني الحكومة فعلا استطاعت أن تلغي هذه الرسوم، ولكن ليس على كل الطلبة. نشاهد توضيحات وزير التعليم العالي التونسي سليم خلبوس. يقضي بأنه التوانسة، أول حاجة التوانسة اللي توا يقرأوا في فرنسا وتقريبا عددهم 12000 غير معنيين بالترفيع، يعني حتى يكمل قرايته ما هوش مش يبدلوا له حق الترسيم في وهو مازال يقرأ. ثانيا اتفقنا على أنه من هنا فصاعدا في السنوات القادمة التوانسة اللي قيدوا في الماستر وفي الدكتوراه غير معنيين بالترفيع أيضا، وعندهم أيضا تخفيف الترسيم. ثم اتفقنا أيضا أنه التوانسة الطلبة اللي يجيوا بمنحة من الدولة التونسية أيضا غير معنيين بهذا الترفيع في الترسيم، مش خلصوا كيفهم الفرنسيس في تونس. طيب جيد، يعني يبدو أن تونس والطلبة التونسيين حصلوا على بعض الامتيازات. بعض الامتيازات وليس كلها مثل ما نقلت المواقع، ولهذا يعني كان وجب التفريق. يعني المواقع التونسية احتفت وقالت أن التونسيين هم أول جنسية تعفى من خارج الاتحاد الأوروبي تعفى من هذه الرسوم، ولكن وضح الوزير أن هناك فقط بعض الطلبة وليس كلهم، يعني يجب أن تكون في الماستر أو الدكتوراه، وهذا يطبق على الطلبة الموجودين حاليا في فرنسا وليس الطلبة الذين ينوون الالتحاق بالجامعات الفرنسية. بالضبط، يعني فهذا يعني يغير يعني الحسابات العديد والعديد من الذين كانوا ينوون الذهاب إلى فرنسا، حيث سيكون عليهم للأسف دفع 3000 يورو سنويا عوض عن 200 يورو مثل هذا. يعني بالنسبه كما يعني كما رفعت بالبدايه بالنسبه للطلاب التونسيين وغير التونسيين خارج الاتحاد الاوروبي. صحيح. ماذا بخصوص نبقى في الاتحاد الاوروبي مثل ما قلت والحدود الاتحاد الاوروبي، وهذه الصوره التي انتشرت كثيرا في الايام الماضيه، وهي لشرطيه مجريه تمسك بخنزيره ترضع صغارها، ونرى في خلفيه الصوره مهاجرين. يعني كيف عرفنا أن الصور من المجر؟ بكل بساطة لأن هناك كلمة رندرسيك المكتوبة على ظهر الشرطية، وهي تعني شرطة. يعني عرفنا أن هذه هي الشرطية في المجر. الصورة انتشرت انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نرى على هذا الحساب أن حوالي 24 ألف شخص أعاد نشرها، ونستطيع أن نقرأ على هذا الحساب: الشرطة المجرية تستعين بخنزيرة وصغارها لصد المسلمين عند الحدود. أما على هذا الموقع فنرى نفس الخبر ونفس الصورة، ونقرأ في العنوان: لن يتجرأ الإسلاميون بعد أن يسمعوا بهذا الخبر، ونرى نفس الصورة التي رأيناها على الحساب، وهي للشرطية المجرية تمسك بهذه الخنزيرة. طبعا
الصورة تثير الكثير من التعليق، يعني نعرف أن يعني الخنزير هو محرم يعني في الإسلام، و يعني هو مستفز يعني أن يستعين شرطة يعني عند الحدود ضد مهاجرين، نعرف أن أغلبهم بالضبط يعني أن أغلبهم من المسلمين يعني يأتون من العراق أو من سوريا أو من أفغانستان أو من باكستان إلى آخره. في الحقيقة يعني بحثنا في مصدر هذه الصورة ووجدنا أن هذه الصورة ليست من المجر، ويكفي استخدام وسائل بسيطة ومتاحة على الإنترنت لمعرفة أصل هذه الصورة. الصورة الأصلية هي هذه الصورة التي سنراها الآن، هي لرجل وليس لشرطي يمسك نفس الخنزيرة مع صغارها، ونرى في الخلف ليس المهاجرين ولكن بعض الناس وسط فيضانات. أما الخبر فيعود إلى العام 2015، وهو ليس في المجر ولكن في الفلبين، عندما ضرب إعصار كوبو جزر الفلبين مخلفا 16 قتيلا، مثل ما نرى في عنوان هذه الصحيفة الفرنسية: الفلبين إعصار كوبو يقتل 16 شخصا. ولكن يعني الخبر ليس بريء، يعني هي ليست يعني صورة مفبركة تماما. الصورة مفبركة ولكن أصل الصورة يعني صحيح، لأن فعلا الفكرة تم تداولها في المجر عندما يعني كنا في أوج أزمة المهاجرين الذين تدفقوا على أوروبا يعني أثر الحرب في سوريا والعراق وسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق عديدة في هذه الدول. يعني هذه الجذور تعود إلى العام 2016، حيث غرد النائب المجري في البرلمان الأوروبي عن حزب رئيس الحكومة فيكتور أوربان جيرجي شوبفلين قائلا: رأس خنزير سيصد المهاجرين بطريقة أكثر فعالية. تصريح نادر أثار العديد من الانتقادات أنذاك، ولكن يبدو أن من فبرك هذه الصورة قد قرأ التغريدة وربما استلهم منها فكرته وفبركته لهذه الصورة. يعني ويعني ولهذا أهمية هذه الصورة، لأن يعني عندما يتكلم رجل سياسة فإن ما يقوله يؤثر في الرأي العام، ورأينا يعني هذه التغريدة هي عنصرية يعني في الآخر، كيف يعني أثارت جدلا كبيرا، ولكن البعض يعني أسس منها فكرة وصورة وتم نشر هذه الصورة، مما يثير بعد ذلك من أحقاد وضغائن وتوتر إلى آخره. يعني وهذه الصورة يعني تم نشرها فعلا يعني عشرات الآلاف، لم نقل مئات الآلاف من المرات، نظرا لما تحمله من معاني وأبعاد كبيرة للجميع. يعني بالفعل. وإلى الخبر الثالث، نذهب إلى اليمن، يعني بعيدا عن الخنازير، عن الخنازير وعن أوروبا، حيث تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قيل إنه لكائن غريب عثر عليه في سواحل مدينة عدن اليمنية. نشاهد. يعني مثلما رأينا يعني فيديو نرى كائنا غريبا وحتى الصوت هو غريب. عنوان الفيديو يعني مثلما رأينا كان على يوتيوب: ظهور حيوان غريب يوم أمس في سواحل عدن. سوف نرى الصورة. ضخم جدا وينطق، وهذا ما ذكر في بعض الروايات عن الرسول. يعني مثل ما سمعنا يعني كان الصوت غريبا جدا والصورة غريبة جدا في الفيديو، ولكن يعني بعد التحقق من هذا الفيديو الصور فعلا هي من اليمن، ولكن ليس من عدن ولكن من مدينة أبين، مثل ما نستطيع نرى في هذه الصحيفة التي قالت في تقريرها: أفادت الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية التابعة لوزارة الثروة السمكية بأن الكائن البحري الذي ظهر الخميس في ساحل أبين هو بقايا لحوت نافق يسمى الأحدب، وهو من أنواع الحيتان الأكثر ظهورا بمياه خليج عدن والبحر العربي وخاصة بهذا الموسم، ومنها حوت العنبر. نشاهد نادين الفيديو الأصلي دون الفبركة الأصلية. سبحان الله. شفت الليزر. كل ما غريب هذا.
يعني مثل ما رأينا يعني الفيديو هو نفسه، ولكن تم إضافة بعض المؤثرات الصوتية حتى يعني يوهم المشاهد بأن هذا الحيوان ربما يصدر أصوات غريبة، وهي من علامات السعي الأخير من هذه الأكاذيب. ولكن تبين أنا فقط هو حوت نافق، يعني هو جزء من حوت النافق بكل بساطة، لا أكثر ولا أقل. شكرا جزيلا لك، قبلت لي على كل هذه التوضيحات. أهلاً.